السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال والأحوال؟ اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم يا برودكسيون إيكريت سور لو سويسيد. لو سويسيد أو لا ما يسمى بالانتحار. لنبدأ على بركة الله. لو سويسيد إيت أن أكت تراجيك كي سيرفيان لورس كيلكان مي فا أ سا بروبر في. الانتحار لو سويسيد إيت أن أكت تراجيك، هو عمل مأساوي كي سيرفيان، يحدث يعني الانتحار يحدث lorsque quelqu'un met fin à sa propre vie، عندما يضع شخص ما حدا لحياته. C'est un problème de santé mentale. الانتحار هو بمثابة مشكلة صحية عقلية خطيرة qui peut avoir des conséquences dévastatrices. يعني هذا الانتحار عنده عواقب وخيمة على الشخص qui se suicide ainsi que pour sa famille, ses amis et sa communauté. هذا الانتحار عنده عواقب وخيمة على الشخص الذي ينتحر، la personne qui se suicide, sa famille وكذلك على أسرته، ses amis أصدقائه، sa communauté ومجتمعه. Les causes du suicide sont complexes. يبدو أن أسباب الانتحار جد معقدة. Il peut inclure des facteurs ويمكن أن تشمل مثلا أسباب مثل يعني بعض الأسباب ديال الانتحار. مثلا لا ديبرسيون الاكتئاب لانكسيتي القلق مثلا لو ستريس توتر لا توكسيكوماني تعاطي المخدرات لاديكسيون على دروغ لا مالادي مونتال الامراض العقليه يعني بعض الامراض العقليه ممكن ان تؤدي بالشخص الى الانتحار لا ديتريس ايموسيونيل الاضطرابات العاطفيه. Il est important de prendre au sérieux les signes avant-coureurs du suicide. من المهم أن نأخذ على محمل الجد يعني بعض علامات avant-coureurs du suicide يعني تحذير من الانتحار مثل يعني أن نحذر الشخص مثلا من لي بروبو سويسيدير الأفكار الانتحارية ليزولمون سوسيال العزلة الاجتماعية يعني العزلة يمكن تؤدي بالشخص إلى الانتحار لي شونجمون ديمور تقلب المزاج لي كومبورتومون أ ريسك والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إل إكزيست دي مويان بور إيدي أ بارفونيغ دو سويسيد، هناك بعض الطرق للمساعدة على منع الانتحار أ بريفونيغ دو سويسيد كوم كوا. La première étape est de parler ouvertement de la santé mentale et du suicide. يعني الشخص الذي يعاني من هذا يعني الأمراض والاكتئاب والتوتر إلى آخره عليه أن يتحدث بكل صراحة يعني أن يتحدث عن صحته العقلية باش نعرف المشاكل اللي عنده أن يتحدث عن كذلك عن مشكل الانتحار en brisant les stigmates et encourageant les gens à demander de l'aide. يعني يعني ينبغي لنا أن نشجع الناس على طلب المساعدة اللي عنده يعني إذا أراد شخص ما أن ينتحر عليه أن يطلب المساعدة مثلا إلى آخره ربما عنده مشاكل مادية إلى آخره. Les personnes en détresse émotionnelle peuvent bénéficier de l'écoute empathique. مثلا الأشخاص الذين يعانون مثلا من ضائقة عاطفية مثلا peuvent bénéficier يمكن أن يستفيدوا من دو ليكوت امباتيك من الاستماع الوجداني دي سوتيان ايموسيونيل ويمكن أن يستفيدوا كذلك من سوتيان يعني ضروري من الناس أنهم يساعدوا هاد الأشخاص الذين يعانون من الضائقة العاطفية يعني يمكن أن يستفيدوا من الدعم العاطفي et d'avoir accès à des services de santé mentale et professionnels وأن يصلوا إلى خدمات الصحة العقلية والمهنية. مثلا إنسان يشكو على الانتحار مثلا خصنا ضروري نوفروا له خدمات استشارة طبيب نفسي مثلا إلى آخره. المهم هنا بعض الحلول فقط للحد من الانتحار. أتمنى إن شاء الله أن ينال هذا التعبير الكتابي يعجبكم. لا تنسوا تقاسمه مع يعني المعجبين و المهتمين. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.